اهلا وسهلا بيكم مره تانية في تفاصيل. بعتولي كل رسائلكم وكل حكاياتكم على صفحه البرنامج اللي باسم نهال طايل على الفيسبوك او على صفحه قناه صدى البلد. الشباب في الحقيقه بيتعاونوا معايا جدا وبعتولي كل الرسائل اللي تخصني. بعتولي كل رسائلكم وحكاياتكم على صفحه البرنامج اللي باسم نهال طايل على الفيسبوك او على صفحه قنوات صدى البلد. ربنا يحفظ ولادنا يا رب وينجيهم وينجينا معاهم. يمكن عايزة أرد على رأيي بصراحة، يعني يمكن أنا عودت جمهوري على مفيش بيني وبينهم قصور وحوائط، استخيبهم. الواحد يقولك إيه، ما يقبضوا على الناس دي، ما يعملوا مع ده عالم، ده مافيا تخص عالم شغال على ده، فبلاش. وبعدين ده طريق هلاك، انت بتروحه بإرادتك، انت اللي بتختار تعيش حياتك وتفرح بشبابك ولو تقصف بيامك، ده قرارك. قرارك بقى رحته في العشرة، في الخمستاشر، في التلاتاشر. واحد بيقع كتير ما بيقعوش، مش معنى انت اللي وقعت ولا نعين وراك واحد بقى يحميك تنزل الشغل سؤالك البيئة كل واحد ده نحط وراه واحد. لا، هنا بقى دور التوعية، هنا الفكر، هنا الأنانية، هنا اللي أنا خاف على نفسي، هنا الأمانة، هنا حاجات كتير قوي. بعتولي كل رسائلكم وحكاياتكم على صفحة البرنامج اللي موجودة على الفيسبوك. أيوة أخيرا كريم طلعها، دي صفحتي، مديش أي صفحات أخرى، بس أو على صفحة صدى البلد. هنودع دنيتنا دي خالص وندخل بقى في يمنا بس بينا. نورني ومشرفني مولانا الشيخ ابراهيم دسوقي. اهلا وسهلا بيك يا مولانا. اهلا وسهلا بحضرتك، ودايما سعيده ودايما كل مشاهدينك في طيبين وكل مصر بخير. اللهم امين يا رب. حكومه وشعب ورئيس وكل قرايبنا وحبايبنا وجيراننا كل الناس ان شاء الله. دايما يا مولانا بنيجي نقول دعوه كده، بنقول يا رب ربي لي ولادي، وتلاقي ام بالفطره كده تقول لك يا رب ساعدني، اب يقول لك يا رب عني على تربيتهم. فطره يقولها بيستنجد بالله سبحانه وتعالى، ولا هو عشان عارف انه مهما يعمل ربنا ليه ايد وايده العليا اللي بتقول. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. قل أعوذ برب الناس، رب الناس، مربيهم، خالقهم، يعلم حاجاتهم، يقضيها لهم، يمنعها عنهم في بعض الأحيان لأنه يعلم أن الغنى يطغي هذا الرجل فيحجبه عن الغنى، يعلم أن هذا الفقر يغني هذا الرجل فيعطيه حتى لا يطغى. ولذا كان الله تعالى رب الناس. فلما أمي تقول ربي لولادي يا رب، معناها واخداه من القرآن. لما الأب يقول يا رب ساعدني عشان أربي ولادي، لأن الحكمة تقول أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد، فلا تجعل إرادتك فوق إرادة الله فستخسر. ولكن إذا كان لابد من التدبير، زي سيدنا ابن عطاء الله السكندري، إذا كان لابد من التدبير فدبروا ألا تدبروا. الله الله. فسيب أمورك لله سبحانه وتعالى، فإذا سلمت الأمر لله سبحانه وتعالى كفاك نفسك وكفاك شر الدنيا وكفاك شر الزمن وكفاك شر الناس، لأنك سلمت أمرك لمن يقول للشيء كن فيكون. ولذا لما حد يكلم واحد ويقول له حسبي الله ونعم الوكيل، يقول له أنت بتشتمني. الحقيقة حسبي الله ونعم الوكيل ليست شتمة بقدر ما هي تفويض الأمر من القائل لله سبحانه وتعالى. يعني يا رب أنت حسبي، أنت وكيلي، أنت كافيني، أنت تكفيني، أنت تعطيني، أنت تمنع الناس عني، فامنع أذى هؤلاء عني يا رب العالمين.
خير من أن يقول أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، ده راجل شتام، راجل عياب، راجل مغتاب. إنما لما يقول حسبي الله ونعم الوكيل، حاسب على نفسك. لأن سيدنا عمر بن الخطاب يوما قالت له امرأة الله الله في عمر، الله، في يوم كان بيتعسس الرعية، الله الله في الله عمر، الله في عمر، شكر ربنا سبحانه وتعالى، يعني حسبي الله ونعم الوكيل في عمر. الحكاية ليها معنى بسيط جدا، ان سيدنا عمر كان بيتحسس الرعية ليلا، فوجد خيمة فيها امرأة توقد نارا، ثم أربعة من الأطفال يبكون بكاء شديدا شديدا شديدا. فاقترب سيدنا عمر من الخيمة وقال لها أنت أم سوء، أسكتي هؤلاء. قالت إليك عني. قال لها ما حاجتك؟ إيه حكايتك؟ إيه الحيلة اللي أنت فيها؟ قالت له هؤلاء يبكون ولا أجد شيئا أطعمهم، فأرفع الإناء القدر على النار وأضع فيه حجرا حتى أوهمهم بأني أسوي لهم طعاما فينامون من كثرة البكاء فأرتاح أنا. فقال لها طب وليه؟ قالت له ما عنديش، أنا ما عنديش. قال ألم تبلغي عمر بحاجتك؟ هو عمر. قالت له يا بني والله أنت أولى بالخلافة من عمر، الله الله في عمر. فقال لها عمر وما الذي أدرى عمر بحالك؟ فقالت له ويحك يا رجل، أيتولى أمرنا ويغفل عن حالنا؟ فقال لها إذا كان في الغد فأتني فسأحدث عمر في شأنك. راحت لمركز الولاية فلقت أمر يتوسط بين شخصين وهم عمالين يقولوا له يا أمير المؤمنين. قالت وي أنت عمر؟ يعني مصيبتي؟ ربنا بقى بعت لها. فقالت له ده هو عمر. فقال لها يا أمة الله أتبيعيني مظلمتك؟ تبيعي لي المظلمة بتاعتك اللي هي الله الله في عمر، يعني حسبي الله ونعم الوكيل. كان سيدنا عمر يتميز بخطين أسودين في خديه، لأن كان ما يسمع كلمة ربنا يخاف، ولما كان يخاف كان تنزل الدموع، ومن كثرة الدموع عملوا أنايا في خديه الاثنين. تبيعيني مظلمتك بمية؟ لا بمئتين، بتلتمية، بربعمية. قالت له عنك يا أمير المؤمنين. خد خمسمية، اداها خمسمية، وكتب هذه مظلمة فلانة تنازلت عنها بين لأمير المؤمنين لعبد الله عمر بن الخطاب، وقال لمن حوله إذا أنا مت فضعوها بين جلدي وكفني حتى إذا سألني الله عن مظلمتها قدمت له دليل براءتي. طيب لو هكلمك يا مولانا عن أم عندها بلاء كبير قوي، أي مكان هو عيل ده لطريقه، عيل ما بيروح لهاش، مراته خدته ومشيت، عيل في غربة بقاله سنين وحشها، عيل مريض، صدقة تصبرنا. كل أنواع البلاء، كل أنواع البلاء، أقولها بملء الفم، كل أنواع البلاء، سواء كان شدة، سواء كان كرب، سواء كان خوف، خوف من الامتحان، خوف من بكرة، خوف من ان في حد هيجي عليا يعمل فيا حاجه انا مش ما اقدرش عليها، عاوز يتجوز ومش لاقي، عاوز بنته تتجوز وما جالهاش عريس، عاوز ابنه يبقى في حضنه، كل المشاكل دي. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. عاوز ربنا سبحانه وتعالى تبقى عينه عليك، يربي لك عيالك، ييسر لك امورك، يوفر لك كل حاجة انت عاوزها، تصدق وسيكفيك الله شر الزمن. اللهم امين. تعال نطلع ونشوف اول تقرير معانا ونرجع ليكم مرة تانية، ابقوا معنا. انا عايز اسألك سؤال كده، الناس دي بتبقى جاية تعمل ابار، ايه اللي محتاجاه؟ يعني واحد عامله رحمة ونور على امه، بس احكي لي. والله انا يعني انا مستغرب ما شاء الله على اخواننا. الابار دي احنا لسه مفتتحينها امبارح، يعني ابار من ضمن 50 بير فاتحينهم في بني سويف يوم امس. ما شاء الله ما شاء الله رب العالمين. حد بيجي يقول لي ابويا مات عاوز اعمل له صدقه جاريه،
ام ماتت عاوز اعمل لها صدقه جاريه، طب ممكن انا احط اسمي مع ابويا وامي، بس انا مش عاوز لو انا حطيت اسمي ينقص الاجر والثواب من عندهم. تخيلي حضرتك النهارده حالا قبل ساعه واحده جايه سيده محترمه من حلوان، لان هي بصراحه قالت خلي اسمي لان انا مش عاوزه خالص حد يعرف عني اي حاجه، وعاوزه اخليها لربنا كده. حتى استدلت بقول الله سبحانه وتعالى لحضرتها وهي معايا في المؤسسه، بقول لها ربنا سبحانه وتعالى بيقول الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه، تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 مرات علانية في حضرة أصحابه، وتصدق أبو بكر الصديق بكل ماله في حضرة أصحاب النبي، وتصدق ابن الخطاب عمر بنصف ماله في قدام أصحاب النبي، لا شيء في ذلك. قالت أنا عاوز أخليها لربنا. طب أنت عاوزة حضرتك إيه؟ قالت عاوزة أنا وأبويا وأمي وزوجي الله يرحمه، وحتى بقول لها اعملي لاولادك، قالت لي انت عاوز ما اجيش تاني ولا ايه؟ خلي الاجازه الجايه عشان اعمل لاولادي كمان بير. ربنا سبحانه وتعالى يكتر من امثالها ويجبر خاطرها زي ما هتجبر خاطر الناس. احنا طبعا بنقابل الناس اللي عاوز يجي عندنا في المؤسسه، انا نفسي محدش من المناديب يروح وهم يجوا عشان يشوفوا مكاننا، عشان يعرفوا ان هم بيتعاملوا مع مؤسسه ذات قدر عالي وفيها ناس قلبهم قوي على انه هياخد الصدقه ويعمل بيها اللي هم عاوزينه. كمان هو بيقول لي انا عاوز اعمل البير، اقول له حاضر، بتتصل على التليفونات ابعت لك المندوب بتاعي وحضرتك قاعد وبتقول له انا عاوز حاجه بالظبط. بناخد من حضرتك وقت مش كتير خالص، اقل من شهرين، يمكن 40-45 يوم يكون البير جاهز لاصحابه. وكمان واحنا بنعمل البير والله امبارح شفنا حاجات، احنا جايين فرحانين. يعني لو قالوا لنا من بني سويف العربيه مش هتروح وروحوا ماشيين، احنا كانوا كل واحد فينا زي الفراشه ممكن يمشي اي مسافه عشان فرحانين فعلا. كلف كام البير؟ البير بيتكلف حضرتك 30,000 جنيه. 30,000 جنيه، معيش ال 30,000 جنيه دول يا عم ابراهيم اديهم لك. اذا حضرتك ما معكيش ال 30,000 جنيه احنا برضه ما احناش هنسيبك، لان احنا عملنا البير على 6 اسهم. ايوه، السهم ب5,000 جنيه. ينفع حد اسرك بالكامل تعمل بير وتساهم مع بعض وتكتبوا عائله فلان؟ لسه بنتنا هند بتاعت حلوان راحت كاتبه ابوها وامها وجوزها ونفسها، واخده بال حضرتك؟ اذا هي خدت العيله كلها باسمائهم. طب واحد عاوز يحط اسم صاحبه، احنا عندنا الدكتور بلال عامل لصاحبه بير، صاحبه مش ابوه مش امه. الله، يعني الصدقه الجاريه تنفع للصاحب؟ اه تنفع للصاحب. تنفع تقول كمان انت تقول انا بعمل البير ده لاصحاب الفضل عليا، للفقي اللي حفظك القرآن، للمدرس اللي علمك ألف باء، للمدرس اللي خلاك تعرف تتكلم إنجليزي، اللي اداك الشهادة عشان تقبض بيها. طيب هسألك سؤال بس هجاوبني بعد ما نرجع من التقرير الجاي. حد من الأقارب توفاه الله، أب أو أم، خالة أو عمة، والشخص ده ما بيفرقوش، اللي مات ده ما بيفرقش الشخص ده، وهو كان طول الوقت في الدنيا على وفاق معاه وقرب منه، ومش هقول لك بس مفتقد، ولا ده بدأ حتى يتلخبط في اسامي كل اللي حواليه ويقول اسمه. استناني هنطلع نشوف تقريرنا الجاي وابقوا معنا. الله اكبر الله اكبر. انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الاخر. هذا المسجد موجود في هذا التجمع، وللاسف الشديد ما فيهوش ميه، ده ما يحين وقت الصلاه يرجع الناس الى بيوتهم بدون صلاه. يعني ما فيش ميه عندنا هنا خالص، يعني احنا عشان نصلي في الجامع لازم الواحد بيروح لاي قريه، اقرب قريه عندنا هنا حوالي 4 كيلو. مين مننا مش عايز الملائكه تدعي له كل يوم؟ كل يوم الملائكة تنزل من السماء العلى إلى الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم إلا وينزل فيه ملكان فيقولان
اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. كل من ينفق يوسع الله تبارك وتعالى عليه. وانت شايفين يعني المسجد ده ولا جنبيه يعني مية ولا عنده حاجة يعني ولا فرش، شفت يعني تراب حتى الأرضية يعني اسمنت ما فيها، لازم عايزين بلاط والحمامات زي ما انتم شايفين ده، لازم الواحد يمشي للبيته يمكن يبقى جاي من مكان بعيد يعني ولا بصير فيش مية يعني توضاها. ونحن في هذا المسجد محتاجين للماء، محتاجين للدورات المية، محتاجين لكل حاجة. يا عباد الله، هذا بيت الله يناديكم، لا ماء فيه، يأتيه الرواد لا يجدون ماء فيذهبون بدون صلاة، هذا يسمى مسجد. دورة المية ما فيهاش أي كماليات، كما إنه كمان محتاج بير المية اللي هو ما هواش موجود. الله أكبر الله أكبر. أهلا وسهلا بكم مرة تانية في تفاصيل. هرجع لسؤال يا مولانا، حد توفاه الله ومطارد صاحبه أو قريبه أو أخوه أو أخته وبدأ يسيطر عليه، يعمل إيه؟ يتصدق له؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. في فرق بين الرؤيا والحلم؟ أيوة في فرق بين الرؤيا والحلم. الرؤية تكون في الثلث الأخير من الليل، يستيقظ الإنسان منها على صلاة الفجر ثم يقوم يصلي ويبدأ يومه بطاعة. الحلم يكون هو نايم بالنهار، ممكن يشوف أي حاجة بعد الصبح الساعة 8 الساعة 9 الساعة 8 مش عارف إيه، الجماعة اللي هم الكسالة دولت ده كده حلم. طب اللي هو بيتشاف ده ما يتفسرش، لكن اللي يتشاف قبل الفجر هو ده اللي يتفسر. جالي بقى قريبي وجالي عمي جالي خالي وهو مسكني آني، يبقى الراجل ده مستأمن الشخص ده، عليه حاجة من اتنين، إذا كان قادر يتصدق عنه، إذا كان مش قادر ينقل الرؤية للدرجة الأولى من الميت عشان يعملوا للميت ده صدقة. إذا جاله هو عطشان يبقى عطشان عاوز مية عاوز صدقة، إذا جاله هو بيقول له أنا عاوز عيش فرق أنا عاوز قرصة أنا عاوز مش عارف إيه، يبقى فعلا عاوز صدقة. واحد يقول لي هو ده بيحصل، اقول له بس استنى، هو انت فاهم ان اللي ميتين اللي احنا دفناهم في التراب وقفلنا عليهم دول خلاص؟ لا بالعكس، الله سبحانه وتعالى قال لحبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم انك لا تسمع الموتى، هناك اناس يمشون على وجه الارض وهم موتى لا يشعرون بمن حولهم ولا يعطون المحتاج ولا يفكرون إلا في أذى الناس، هؤلاء موتى ضمير، إنما الناس التانيين الناس اللي هم قبروا ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء. طيب حد عايز يعمل صدقة في الجامع ده، رحمة ونور على أخوه، رحمة ونور على أبوه. المسجد ده حضرتك في منطقة من مناطق مطروح محتاجين له غفاء اللي هو محارة يعني، ومحتاجين له بلاط ومحتاجين له بير ومحتاجين له سباكه ومحتاجين له نجاره ومحتاجين له كمان نور. يعني محتاجين للمسجد ده مبلغ كبير شويه، عشان كده احنا في المؤسسه عملنا السهم في المسجد 5000 جنيه، بس واحد يقول بند الكهرباء يتكلف كام؟ اقول له مثلا 20000 جنيه، يقول لي خد 20000 جنيه السباكه، يبقى السباكه مثلا ب 10 15000، الفرش هيجيب له مثلا 30 40000 جنيه، يبقى كل واحد لو عمل حاجه ان شاء الله نكملها وباسمه. طيب يا سيدي استحملني انت النهارده، اتفضلي ليه يا غالي، رحل وعملت له صدقه في الجامع ده، توصلوا ازاي؟ المسجد ده حضرتك حكاية. يعني وانا بديك الفلوس كده اقول ايه؟ انا بنوي ان بقول لحضرتك خدي، انا بيجي لي حد يقول لي انا عاوزة ال 5000 جنيه دول حطهم في المسجد اللي انا شفته النهارده في التقرير مع الاستاذه نهال طايل، بس عاوزاه في حاجه ثابته. اقول لها الناس بقت ناصحه قوي، طب انت عاوزاه في حاجه ثابته يعني ايه؟ تقول لي حطه في اسمنت، حطه في مش عارف طوب،
حطه في حنفيات، حطه في سباق على اساس ان هو يعيش مده طويله. مش ربنا كتبه هنا؟ انا بس بقول لها انت بمجرد انك تقول ال 5000 جنيه دول في المسجد يبقى صدقه جاريه، بتاخدي متر في المسجد هتركبي فيه حضرتك ويعدي بيك الصراط ويدخل بيكي الجنة. عشان كده بقول كل من يساهم في هذا المسجد سيكون هذا المسجد سفينة نجاة له يوم القيامة بإذن الله. لما بقول بقى سفينة نجاة ويعبر الصراط، واحد يقول لي ايه هو بقى هو الصراط ده؟ استنى نطلع نشوف التقرير جاي معانا ونرجع، وده ايه اروع ما تكون، ابكوا معنا. دايما معروفين ان انتوا بتتعاملوا مع الناس كأنها أسرة، يعني المتابعين بتوعكم ليكوا طابع خاص كده. صحيح، ما شاء الله عليكم. طيب هسألك في المحطة طبعا، لأن ده شكل ما شاء الله مجهود جبار، ويا رب يبارك في كل من ساهم وساعد. اللهم آمين. أكلمك، قلت لي سفينة نجاة على الصراط. على الصراط، نعم. احكي لي بقى الصراط. قبل ما نتكلم على المحطة، لا هنتكلم بس على الصراط في عجالة سريعة كده. الصراط جسر مضروب على ظهر جهنم، ماشي. أدق من الشعرة وأحد من السيف. يعني جهنم هتبقى تحتنا وإحنا بنعدي؟ وإحنا بنعدي، ماشي. جسر مضروب على ظهر جهنم، ماشي. أحد من السيف وأدق من الشعرة، منا من يمر عليه كالبراق، ومنا من يمر عليه كالريح، ومنا من يمر عليه كالجواد، ومنا من يمر عليه مشيا، ومنا من يمر عليه حبوا، ومنا من لا يكاد يضع قدمه عليه حتى يسقط في النار. فاللهم سلم سلم. فإذا ساهمت أنا في المسجد اللي هو زي الشعرة ده، اللي زي الشعرة ده هيبقى زي طريق العالمين 100 متر. الطريق الجديد الجميل ده هيبقى 100 متر، هتمر عليه بأمان، وده ببركة الصدقة. كمان حضرتك بالنسبة للتقرير اللي فات ده، الخمس محطات، فاكرين الخمس محطات؟ المحطة بتاعت حضرتك اللي انت قلت لا ما تعرضوهاش دي خلاص تمت الحمد لله. الناس هتقول مركوش غيري، انا مش غير نيال. احنا خلصنا المحطة بتاعت حضرتك، ودي خامس محطة باسم 12 سهم. المحطة بتاعت التنقية ب 120 ألف جنيه، عاملين السهم فيها ب 10,000 جنيه. محطة التنقية على أعلى مستوى، تنتج كوب ماء لا ينتج في شركات التعبئة. إن شاء الله. أنظف وأطهر، حتى متحكمين، يعني ممكن المية اللي هي مباعة فيها 177 أملاح، إحنا عندنا بس 75. ما شاء الله عليكم. فمحطة التنقية عندنا الله أكبر تنفع 70,000 نسمة، تكفي 70,000 نسمة، وتنتج 5,000 نسمة يستفيدوا يوميا من إنتاج المي. أب توفى من عمر 10 سنين 15 سنة، ويمكن يكون ساب ابنه طفل ما شافوش، ينفع يعمل له محطة زي دي ويقول له أنا فاكرك؟ ده إذا عمل له محطة زي دي مش هو بس اللي هيبقى فاكره، الراجل اللي ميت ده هيبقى ليه آلاف مؤلفة من الأولاد. كل من يستفيد يدعو له. لما بنروح للناس وإحنا بنفتح محطة المية يقولوا سترتونا ربنا يستركوا، جبرتوا خاطرنا ربنا يجبر خاطركم. الشعب المصري هم بينقوا الناس اللي هم المتبرعين، ويبص لليافطة كأنه بيكلم ناس موجودة، كأنه والله بيكلم ناس موجودة. حضرتك احنا عندنا ابو نور في عامل عندنا 4 ابار. امبارح وانا بفتح الابار فتحت معاه التليفون وخليته كلم الناس، الراجل لقيته بيبكي، بقول له مالك؟ الراجل عمل معاك ايه؟ قال لي ده انا بكلمه بقول له ربنا يجبر خاطرك وربنا يكرمك. الراجل بكى قدامه، فخدت منه التليفون لقيته بيبكي وبيقول لي كفايه اللي انتوا عملتوه، انتوا ناس محترمين، وانا بتمنى ننزل مصر النهارده عشان اشوف الابار، عشان اذا النهارده دي عملت 4 ابار المره الجايه هعمل 8 ابار. ما شاء الله تبارك الله، خير في امتي الى يوم الدين. صلى الله عليه وسلم. ده المصري ده حكايه كبيره قوي. مصر ده بلد لو غبت انا بقعد نفسي بقول لهم كده مش عارف اعمل ايه تاني. فعلا احنا طيبين قوي. بلد الازهر، بلد الوسطيه،
بلد الرجالة، بلد النخوة، بلد اللي لو فيها في الشارع كله واحد تعبان الشارع كله يبقى سهران على ما يخف عشان يجي لهم نوم. صح. طيب عايزة حضرتك تقول احتياجاتك مرة تانية. أنا محتاج على وجه الصورة، احنا خلصنا ال 500 بير وبدأنا في 500 بير تانيين، بدأنا في 50 في مطروح و50 في بني سويف غير ال 50 اللي احنا فتحناهم، ومين بقى هيقول أنا أول بير ومين اللي هيقول قبل العشر الأولانيين، لأن احنا عاملين مسابقات، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال وسارعوا، ما قالش امشي براحتك، ما قالش على ما تفكر، وما قالش الشهر الجاي، وما قالش على ما الدنيا تمشي شوية، ده قال خد نفسك من نفسك وطلق الدنيا سلاسا وقف ضد الشيطان اللي هو يأمركم بالفحشاء، يعدكم بالفقر، إنما الله سبحانه وتعالى يعدكم مغفرة منه وفضلا. أنفق بدون حساب، أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، خلي صدقتك في المية، إذا تصدقت بالماء انتظر الأجر من رب السماء. يبقى عاوزين 50 و50 بير، البير ب30,000 جنيه، عاوزين 100 وصلة مية، الوصلة المية ب3,000 جنيه، عاوزين 100 سقف، السهم في السقف ب5,000 جنيه، عاوزين نكمل ال 1500 نخلة الأخرانيين عشان احنا ان شاء الله بعد اسبوع هنبدأ زراعة النخل. النخلة ب5,000 جنيه، خلي بالك حضرتك ان النخلة ب5,000 جنيه، كل سنة هتجيب 5,000 جنيه وهنحطهم في مشاريع خيرية، هتجيب 7 فسائل هيبقى عندك 7 نخلات، كل فسيلة هتجيب 7 هيبقى عندك وادي من النخل بيجيب آلاف في السنة، وانت نايم وربنا سبحانه وتعالى بيديك الأجر، انت ميت وربنا سبحانه وتعالى بيديك الأجر. دايما بنتنشأ على رضا أبونا وأمنا ونقول يا رب اجعل لنا في قلوبهم مكانة واجعلهم راضين، ولو رحلوا علينا دور لازم نعمله علشان ولادنا تسد الدور ده. نورتني شرفتني مولاي شيخ ابراهيم. ربنا يبارك في حضرتك، ودايما ومبروك على حضرتك محطة المية، ألف مبروك محطة المية على حضرتك، وربنا يجعل الخير إن شاء الله قدام حضرتك ووراكي وفي زوجك وفي أولادك وفي أسرتك الكريمة، أب وأم وأخوات بإذن الله. اللهم آمين. بكده أكون وصلت لنهاية حلقتي النهاردة. معرفش الحلقة الجاية هروح فين ولا هقابل مين، بس الأكيد هروح لناس شبهنا بيدوروا حوالين واقع ويدور جواهم. استنوني كل يوم حد وأربع على صدر بلدتو. كانت معكم نهال طايل في أمان الله.